الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. وبعد، الزملاء والزميلات الصحفيون والصحفيات، الحضور جميعا كل باسمه ولقبه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونشكر لكم بداية تلبية هذه الدعوة في هذه الوقفة التضامنية ضد كل إجراءات الاحتلال واعتداءاته ضد الطواقم الصحفية والمؤسسات الإعلامية التي تعاطت إيجابا مع دورها المهني وواجبها الوطني تجاه مسيرة العودة الكبرى. ونحن اليوم نقف على ما أحد مسارح الجريمة التي ارتكبها الاحتلال في هذا المكان الذي شهد العديد من الإصابات التي قامت بها قناصة الاحتلال بشكل واضح وممنهج ومقصود ومتعمد ضد الطواقم الصحفية، حتى وصل عدد الإصابات ما بين صفوف الصحفيين إلى أكثر من 22 إصابة، منهم 8 إصابات بالرصاص الحي المباشر، في ظل وضوح العلامات المميزة التي يرتديها الصحفيون سواء بالخوذة أو بالدرع الواقي أو بغيرها من الأشكال. هذا الأمر كان واضحا في ظل تهديدات الاحتلال التي سبقت حتى مسيرة العودة، وكانت تهيئة لما ستقدم عليه الاحتلال أو ما يقدم عليه الاحتلال سواء ضد الصحفيين الفلسطينيين أو ضد جموع الشعب الفلسطيني بشكل عام. هذا الأمر هو الذي دعانا لكي نوصل هذه الرسالة ولكي نوصل هذا الصوت، سواء من خلال هذه الوقفة أو من خلال الحراك المستمر والمتواصل لوضع الجميع أمام مسؤولياته. فقد رسلنا اليوم العديد من الجهات والمؤسسات والمنظمات الدولية المعنية بحرية الرأي والتعبير والمعنية بحقوق الصحفيين لوضعها أمام مسؤولياتها، وللحديث بشكل واضح عن كل الاعتداءات التي قامت بها قوات الاحتلال منذ الجمعة الماضية ضد الصحفيين والطواقم الإعلامية. أمام هذه الانتهاكات وأمام هذه الاعتداءات، كان واضحا أن ما أوصلنا لهذا التعدي الواضح والسافر من قبل الاحتلال سواء ضد أبناء الشعب الفلسطيني أو ضد الصحفيين الفلسطينيين هو ابتداء حالة الصمت والتخاذل التي منين بها كصحفيين فلسطينيين من كافة المؤسسات والمنظمات الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الصحفيين، سواء المنظمات الأممية أو حتى الاتحاد الدولي للصحفيين أو غيره من المؤسسات والمنظمات التي للأسف لم تحرك ساكنا في ظل الاعتداءات المتواصلة من قبل الاحتلال ضد المؤسسات الإعلامية وضد الصحفيين بكافة أشكالهم سواء كانوا فلسطينيين أو غير فلسطينيين. وشهدنا في مراحل سابقة الكثير من اعتداءات الاحتلال ضد هذه الطواقم الصحفية، فلولا هذه الحالة من الصمت والتخاذل ما وصلنا اليوم لما نحن فيه. ولذلك هي ملزمة بأن تأخذ موقفا جريئا في ظل هذه الانتهاكات وفي ظل هذه الاعتداءات. الأمر الثاني، أننا حقيقة نحيي روح البذل والعطاء التي شهدناها ولمسناها دوما من قبل الصحفيين الفلسطينيين ومن قبل الصحفيين الذين يواكبون الأحداث على الأراضي الفلسطينية. وبالأمس عندما كنا في زيارة تفقدية لجميع الزملاء الصحفيين المصابين، لمسنا هذه الروح العالية وهذا القدر العالي حقيقة من المسؤولية الوطنية والمسؤولية المهنية التي يتمتعون بها، هذه الهمة التي دعتهم ابتداء أن يواكبوا هذه المسيرة ويكونوا في الصفوف الأولى لنقل الصوت ونقل الصورة، ليكونوا بحق فرسان الحقيقة وفرسان الميدان، وتقبلوا هذا الثمن الذي دفعوه ويدفعوه في ظل ما يروه من اعتداءات الاحتلال المتواصلة على أبناء شعبهم. هذه الاعتداءات التي تضاف إلى سجل جرائم الاحتلال ضد أبناء شعبنا الفلسطيني بشكل عام، تجعلنا بشكل واضح نقول بأن الاحتلال الذي حاول أن يخفي جريمته والذي حاول أن يمنع الصورة من الوصول إلى الرأي العام الدولي قد فشل فشلا ذريعا. واليوم القضية الفلسطينية عادت إلى تصدر واجهة الأحداث وتصدر المشهد الإعلامي على المستوى المحلي والإقليمي والدولي حتى. ولذلك كانت حالة الحراك الدبلوماسي الذي واكب هذه الحالة الإعلامية نتيجة هذه الجهود الكبيرة من قبل الإعلاميين الفلسطينيين، فلهم منا كل الشكر والتقدير على هذا الدور. وبناء على ما سبق، فإننا في وزارة الإعلام المكتب الإعلامي الحكومي نطالب بما يلي: أولاً،
نطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية تقوم عليها إحدى منظمات الأمم المتحدة المعنية في هذا الأمر ضد انتهاكات الاحتلال بحق الصحفيين الفلسطينيين بشكل واضح وصريح، ولكي تعلن هذه اللجنة خلاصة ما وصلت إليه من تحقيقات، سيما في ظل محاولات الاحتلال التنصل من الجريمة ومحاولة فبركة خيالات وقصص ليس لها على أرض الواقع من أصل ولا نصيب من الحقيقة. ثانيا، نطالب بوقف عضوية دولة الاحتلال في كافة المحافل والمؤسسات والمنظمات الدولية المعنية بحرية الرأي والتعبير والمعنية بحقوق الصحفيين، فلا يستقيم بأي حال من الأحوال أن تكون دولة الاحتلال عضو في مؤسسات يفترض بها أن تدافع عن حرية الرأي والتعبير وهي على رأس المنتهكين والمعتدين على هذه الحرية. ثالثا، نجدد دعوتنا الواضحة والصريحة للجنة الوطنية المكلفة بمتابعة ملف الجنايات الدولية، هذه اللجنة التي تقدمنا لها سابقا بملفا قانونيا كاملا وموثقا حول اعتداءات الاحتلال ضد الطواقم الصحفية والمؤسسات الإعلامية منذ بداية انتفاضة القدس. هذه اللجنة نطالبها اليوم بشكل واضح بأن تستجيب لمطلبنا بأن تكون اعتداءات الاحتلال ضد الصحفيين والمؤسسات الإعلامية في أولوية عملها وضمن الملفات الأولى التي تعمل عليها من أجل تقديمها لمحكمة الجنايات الدولية، خاصة في ظل وجود توثيقات بالصوت والصورة لكل جرائم الاحتلال ضد المؤسسات الإعلامية. رابعا، نهيب بوسائل الإعلام والطواقم الصحفية والإعلامية المختلفة بأن يبقوا على هذه الروح الوثابة وأن يتواجدوا في ميادين التي حددت لمسيرة العودة وأن يواكبوا الأحداث لحظة بلحظة وأن يجتهدوا في توثيق كل جرائم الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني وأن ينقلوا بحق طبيعة ما يجري من تفاصيل على أرض الواقع لقطع الطريق أمام كل محاولات الاحتلال وممارساته الدعائية التي تحاول للأسف قلب الأمور أو تغيير وقائع المشهد على حقيقته. خامسا وأخيرا، ندعو وسائل الإعلام بشكل عام للاهتمام بالأحداث الجارية في الأراضي الفلسطينية والتركيز على رواية الجهات القائمة والمنظمة لمسيرة العودة وإغفال كل ما يصدر عن الإعلام الإسرائيلي، باعتبار أن كل ما يصدر عن الإعلام الإسرائيلي في هذه المرحلة المهمة والحساسة من تاريخ قضيتنا الفلسطينية هو إعلام دعائي واضح. لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نقبل على أنفسنا أن نكون جنوداً في خدمة هذا العمل الدعائي، ولذلك عليها أن تحافظ على الرواية من أصولها ومن مصادرها الصحيحة ممثلة في الهيئة الوطنية واللجنة التنسيقية التي تعكف على حراك مسيرة العودة بشكل واضح، وأن تعتمد الرواية الرسمية الصادرة عن هذه الجهات باعتبارها هي المسؤولة وهي من حركت الجماهير الفلسطينية وهي يمكن أن نقول صاحبة الفضل في هذا الحدث الكبير الذي نحن بصدد التعامل معه. مرة أخرى نتمنى الشفاء العاجل لجميع الزملاء الصحفيين المصابين والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.